طبعا الحدث ده بيتم لتاني مره، دي مسابقه لقياس مدى تمتع اللاعب واللاعبه بالمهارات الاساسيه كره السله. كره السله مبنيه اصلا على المهارات الاساسيه اللي احنا بنعملها زي اختبار كده النهارده، اختبار في اللعيب على قدرته ان هو يباصي بطريقه سليمه، ان هو يتحرك بالكره بطريقه سليمه، ان هو يشوط على السله بطريقه سليمه سواء من المسافات المتوسطه او المسافات البعيده. المسابقه ببساطه عباره عن زمن، في لما بيجيب تمريره بيتحسب له بوينت، لما يجيب مسافه متوسطه بيتحسب له 2 بوينت، من المسافه البعيده 3 بوينت، لو جاب زمن 30 ثانيه بخصم له الست بوينت اللي هو خده من ال 30 ثانيه وهكذا. بعد الاجتياز الاختبارات ديت هتطبق على، يعني النهارده احنا واخدين عينات من الانديه، عينات مشاركه معانا من جميع الانديه. المرحله اللي جايه هيتم الاختبار ده على جميع الانديه، هنروح النادي نفسه ونختبر جميع المراحل السنيه في النادي نفسه، تحت 14 وتحت 16 وتحت 18 وتحت 20 سنه. طبعا فكره بطولة المهارات دي اتعملت، الاتحاد الدولي عملها في منتخب 17 سنة عشان إلغاء البطولة عشان جائحة كورونا، فإحنا كنا سباقين كمنطقة الجيزة إن إحنا نعمل مسابقة للمهارات، نشوفنا اللاعبين في السن ده إيه وصلوا المهارات كرة السلة والتقدم اللي وصل فيه بعد فترة التوقف اللي حصل. هو الحمد لله ان ربنا وفقنا في ان احنا نعمل المسابقه دي، وزي بالتاكيد ما الزملاء قبلي قالوا ان هي دي مسابقه الاتحاد الدولي عملها السنه دي عشان مناسبه رأي كاس العالم، وهي الحقيقه مسابقه موجوده في الام بي اي، يعني ده اللي الناس ما تعرفوش ان هو في الام بي اي في بطوله الاول ستار بيعملوا مسابقه المهارات، تقريبا حاجه شبيهه جدا باللي احنا بنعملها عشان يقيسوا المهارات للعيبه نجوم ومحترفين. يا ريت الاعلام كده ينشر اللعبة الثانية في مصر هي لكرة السلة، والامتداد ليكوا والأجيال الجميلة، بتشوفوا اختبارات بتتعمل دلوقتي بأجسام حية بمهارات فردية جميلة. تخيل مثلا ان لو لاعب او لاعبة خدت الدرجة النهائية في المهارات اللي تلعبها دي يبقى نوايا لاعيبة باسكت او لاعيبة باسكت كويس كده. حاجة بتحمس قوي اللعبة وبتخليهم يخشوا في كومبيتيشن ويلعبوا ويبقى في حد فيهم كسبان، وان هو يلعب كمان مع ناس اكبر منه بعد كده لو اتأهل للمرحلة اللي بعد كده. بلعبها بقالي من وانا صغيرة، بلعبها بقالي 8 سنين كده غير العاب كتير. انت لعيبه في نادي الزمالك بقى، ونادي الزمالك بسم الله ما شاء الله بياخد بطولات في لعب كره السله، نفسك بقى تحققي بطولات مع نادي الزمالك ومنتخب مصر؟ اه طبعا، في ليا مثال اعلى كتير في نادي الزمالك احمد اسامه.